بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد رئيس الجلسة المحترم، السادة النواب جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية لابد أن أثني على كل تدخلات السادة النواب، فقد شعرت فعلا مدى غيرتكم على الإعلام الوطني ومدى إدراككم لأهمية وجود إعلام وطني قوي، وهذه أتشاطرها معكم مليار في المئة، وش فقط مئة في المئة. إذن يتعين علينا تقوية المنظومة الإعلامية الوطنية، ما في ذلك شك. والفكرة الأساسية والهدف الأساسي من الإصلاحات التي أمر بها السيد رئيس الجمهورية ومن خلال القانون العضوي أو المنظم للإعلام، يعني نفضل نسميه تسمية قانون المنظم للإعلام لأن القانون العضوي ترجمة خاطئة للغة الفرنسية لا أورغانيك. وكذلك هذا القانونين اللي رانا بصدد المناقشة تحهم، الهدف الأساسي هو تنظيم القطاع تنظيم جيد وتقوية الإعلام الوطني، يعني بشكل يعود قادر على أداء المهمة تاعو على أفضل وجه. الشيء الثاني، لابد أن أشكركم على ثنائكم على مواقف السيد رئيس الجمهورية بخصوص القضية الفلسطينية بصفة عامة والوضع في غزة بصفة خاصة. وكما تعلمون جميعا السيد رئيس الجمهورية لم يتأخر في اتخاذ هذه المواقف إلى غاية الأحداث في غزة، وإنما منذ وصوله إلى سدة الحكم تزامنت مع الإسراع أو الهرولة إلى التطبيع، وكان موقفه موقفا واضحا، التطبيع لا نشارك فيه ولا نباركه، والمواقف الأخيرة أنتم شاهدون عليها، فهو يستحق فعلا هذا الثناء. ولماذا أشكركم؟ لأنه لاحظت أنه يعني كل ثناء جاء من تيارات سياسية متنوعة، وهذا هو يعني الرجل الجزائري والله الرجل السياسي الجزائري، عندما تكون مواقف السلطة يعني جيدة يثني عليها، وعندما تكون ناقصة ينتقدها، وهذا هو المطلوب صراحة. الآن بخصوص يعني التدخلات تاع السادة النواب، يعني حتى ما نكذب على روحي ولا هم يحزنون، يعني أنا أشاطركم يعني في تقريبا كل التدخلات، والمواد التي يعني بحاجة إلى بعض الضبط سوف نضبطها. إذا كانت بعض المواد بحاجة إلى تحديد أكثر كما المدة اللي تكلمت عليها سوف نحددها، يعني ما فيها شك. أنا مثلا قضية هذه التصاريح هذه، يعني مادام المشرع قال أنه تحط الملف تدي تصريح فورا بالنسبة للصحافة الورقية والإلكترونية تأخذ تصريح، إذن يعني تحصيل حاصل أنه تديه بطريقة فورية، ولكن لازم نزيل حاجة من الإذهان، أنك باش تدي تصريح والله لازم تجيب ملف، إذن تشوف الملف يتطابق مبروك عليك التصريح، حتى مشكلة. إذن الملف يكون يتطابق مع الشروط المنصوص عليها في القانون، إذن هذه باش حتى الأمور تكون واضحة. نفترض مثلا أنه دا تصريح وتأكدنا لاحقا أنه شهادة مزورة مثلا، والله حنا تولي قضية واحدة أخرى، ولكن هو تصريح يأخذ تصريحته ويبدأ ينشط ربي عونه. يعني هذه يعني باش نشوف يعني بعض الأخر هي قضية فهم، ربما بعض المواد مصاغة بطريقة مانيش عارف أنا غير مضبوطة، وبالتالي دخلنا أمام إشكال آخر يسموه إشكالية التلقي، بمعنى كيف يفهم الذي يقرأ القانون نص المادة. كان لازم نضبطوها، ما فيها حتى إشكال. هذه هيك بعض الإخوة المدخلين طرقوا الكثير من أعطوا بعض الأرقام، مثلا 130 موقع في الجزائر مجهول الهوية إلى آخره، يعني 400 موقع مغربي، يعني أرقام يعني هي ممكن تكون وممكن ما تكونش، يعني هي تكون موجودة، أنا ما نقولش ما تكونش، ولكن أننا نقول في الجزائر يعني هنا كاين مشكل. كي نقول في الجزائر لماذا؟ أولا لأنه شبكة الإنترنت هي شبكة عالمية، يقدر يكون في أي بلد في أمريكا اللاتينية ولا في إفريقيا ولا في الآخر ويستقبل في الجزائر بشكل عادي، إذن هو ليس موجود في الجزائر، هو موجود في شبكة الإنترنت وربما يستقبل في الجزائر. إذن احنا لازم نجتهد تكنولوجيا كيف نتعامل مع الإعلام الوافد، مثلما في أوقات سابقة طرحت كثير من القضايا، كيف نتعامل مع البارابول، مع البث المباشر التلفزيوني المباشر لأوروبا ولغيرها، ممكن تطرح للنقاش. والقضايا التكنولوجية بنكونوا صراحة، التكنولوجيا ما تقدرش تقاومها،
إذن الحل الوحيد أننا نجتهد كيف نمتلك تكنولوجيا. اجتهدوا كثير من الناس في رومانيا في أوقات سابقة، حاولوا يعني الآلة الراقنة حابين يمنعوها وما قدروش. بعض الناس اللي فتاو حتى البارابول في وقت من الأوقات حرموه، ولكن ما قدروش يمنعوه. وبعدين رغم منعت البارابول اللي هو جهاز فقط، وشكون يمنع التكنولوجيا باش دير بارابول انكوربوري دخل التلفزيون ولا؟ إذن الإشكال يعني مش قضية الوسيلة، هو الإشكال أننا نجتهد في كيف أننا نمتلك التكنولوجيا. إذا ما امتلكناش التكنولوجيا يعني نبقى نقاوم فقط يعني، ولكن الذي يقاوم أحسن من الذي يستسلم. خلينا نقاوم ونشوف لوين نقدر نوصل يعني. نشاطر الإخوان اللي طرحوا فكرة إنشاء منصة تواصل، شبكة التواصل الاجتماعية الجزائرية، يعني نشاطرهم. وهذا باش نزيد أنكم يعني مش انشغالكم أنتم فقط، هو انشغال القيادة العليا للبلاد، انشغال حقيقي بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية، وفي حدود علمي أعطى التوجيهات باش نبدأ نجتهد في هذا الاتجاه. وكثير من الدول عندها منصة تواصل اجتماعي خاصة بها، لما لا احنا كجزائريين تكون عندنا منصة تواصل اجتماعي خاصة بنا؟ يعني هذه مشاريع. كثير من القضية اللي طرحت يعني بشكل كبير يعني هي قضية الإشهار. مثلا أعطيت أرقام تقدر تكون صحيحة تقدر تكون شوية ناقصة، تقدر تكون 101 يقول كاين 188 جريدة تدي الإشهار، واحد يقول 175، هي في الحقيقة كاين تقريبا في حدود 160 جريدة، ولكن مش كلها تأخذ الإشهار. لو كانت كلها تأخذ الإشهار ما توصل الشكاوي اللي عندكم. نفس الشيء بالنسبة للصحف الإلكترونية، ما كاينش 20 فقط، ربما كاين 20 اللي عندها الكود كما كنتوا تحكيو، ولكن كاين في حدود 200 موقع إلكتروني أو صحيفة إلكترونية، وزيد لها حوالي 20 قناة تلفزيونية وحوالي 60 قناة إذاعية. داكور يعني إذن كي تحسبهم قول لي شحال 200 و 100 تقريبا هم ولا 400، تقريبا عندك أكثر من 400 قناة. يعني 400 قناة في الظروف الاقتصادية للجزائر وين ما عندناش مؤسسات منتجة اقتصادية منتجة كاش، لا صغيرة لا متوسطة لا شركة كبرى. لأنه هذه الشركات الاقتصادية عندما تنتعش الشركات، يعني القضايا مترابطة، عندما تنتعش الشركات هذه الشركات هي تولي تبحث على وسائل الإعلام لتسويق إلى منتجاتها. هنا المادة الإعلانية تكون متوفرة وربما يكون فائض. احنا في هذا الوضع الاقتصادي الهش، الإعلان اللي هو موجود يعني موجود الإعلان تابع للولايات، الولايات والحكومات وربما وزارة السكن تاع المقاولين الأخير، وبالتالي مهما تدير يبقى مادة إعلانية غير كافية، غير كافية. ومن المستحيل أنك توزعها يعني بالتساوي على كل الصحف، من المستحيل. ولا والله جنتم والله ما تقدروا توزعوها، يعني ليس دفاعا على لا ناف والله، ولكن في نفس الوقت انا نقول باللي في خلل. ما قدروش نقولوا ما فيش خلل، يعني انه جريده مثلا عندها 2000 تدي 2 3 باج، وحده مثلا تسحب 10000 تدي ربع صفحه، اذا في اشكال. اذا التساؤلات تاعكم على اي اساس يتم توزيع الماده الاعلانيه هي تساؤلات مشروعه. وان شاء الله في المستقبل راح نجتهدوا باذن الله في وضع اسس او ضوابط لتوزيع الماده الاعلانيه. على ان منذ يعني تعييني على راس هذا القطاع كنت صرحت وقلت اولى اولوياتي هي هذه القوانين وتنصيب سلطه الضبط ومجلس اخلاقيه المهنه. لان هذه سلطه الضبط رايحه تلعب دور اساسي في مراقبه حتى الماده الاعلانيه. والماده الاعلانيه بالشكل اللي راهي موجوده اليوم في السوق راهي اولا غير قانونيه ولا حتى اخلاقيه، بمعنى ما فيش منافسه شريفه بين الماده الاعلانيه. لو نقول لكم انه بعض القنوات التلفزيونيه تبث ومضه اشهاريه تمدها ب 1000 دينار، يعني اللي تطول بالك 4000 5000 دينار ما تفوتش. الور الومضه الاشهاريه تروح لدول الجاره مثلا 5000 دولار، يعني 180 مليون. اذا سبا نورمال. اذا قناه تلفزيونيه تبث ومضه اشهاريه ب 1000 دينار، شيء طبيعي اللي كان يروح يدير في الصحافه المكتوبه ما يروحش، يقول لك انا 1000 دينار اوديو فيجوال خير اللي يسمعي بصري والحيويه والنشاط وكذا وطاطا ونلعب على تاثير الصوره. لو مستقبلا مع عن طريق سلطه الضبط نقدروا نديروا ان سميك حد ادنى للماده الاعلانيه، نقول مثلا 50000 دينار الحد الادنى، وبعدين في ذلك فليتنافس المتنافسون. قناه عندها متابعين قويين ديرها 100 مليون الله يسهل عليها، ولكن اقل من 50000 دينار ما كاش.
في هذه الحالة ممكن المادة الإعلانية يبقى عندنا فائض ويقدر يتوزع على قنوات أخرى وربما على مواقع أخرى أو على صحف أخرى. إذن هذا الشق رقم واحد. أفكار موجودة يعني نناقش معكم برك بعض الأفكار. الشيء الآخر بعض القنوات مثلا تلقاه يدير لك نص ساعة إشهار ربع ساعة إعلانات شو هاد يسلو؟ ما كاش قانون ينظم ما كاش ألور المعايير العالمية ما يقدرش يفوت 8 دقائق إعلانات ما يقدرش. إذن بإذن الله هذه عندما تجي إن شاء الله صورة الضبط هذه أش قلت لكم أنا حتساعدنا إن شاء الله تحط لها معايير لأنه صورة الضبط هم مجدين يا أخي باش أنا نطمئنكم لو كنت على قانون القانون الأساسي للصحافة وبطاقة الصحافة كلهم موجودين من اللي جيت تفرغت لهم حتى القوانين هذه اللي ما صدقناش عليها المراسم التطبيقية تاعها موجودة يعني بما ما نضيعش الوقت. إذا قلت يعني اسمها سلطة الضبط هذه رايحة بعدين دير دفتر شروط دفتر شروط وتوقع دفتر شروط بينها وبين مختلف المؤسسات الإعلامية. هذا دفتر الشروط من بين الأشياء اللي يتضمنها يتضمن المادة الإعلانية ما لازمش تفوت 8 دقائق في الساعة ما لازمش دير الحد الأدنى أقل من 50,000 دينار مثلا وما يدبروا رسالهم يحبوا يحددوها 100,000 دينار يحددوها ولكن يعني 50,000 دينار أنا من وجهة نظري معقولة. الله غالب السوق الاقتصادية هشة ضعيفة وبالتالي لازم نروحوا لها بالعقل شيء يعني بالأمور بالشكل البسيط لهم يتصغروها الناس. إذن هذا بالنسبة لسوق الإشهار. الآن أنتم معظم التدخل تاعكم ومعظم الصحفيين أنا نستقبلهم وأنا مراسل يوميا يجوا على جلا ناب لاناب يا ناس راهي شركة إعلانات. الآن إلى نقشوا سوق الإعلانات إلى نقشوا الشركة هي تجارية شركة تجارية. عندما نناقش سوق الإعلانات بشكل واسع ممكن تكون فيه باب المنافسة تكون فيه مجموعة من الآليات لإيجاد حلول لهذا وأنا قلت أكثر من مرة ونزيد نعاود باش سوق الإعلانات يعني تستقر والصحافة تزدهر لابد من وجود على الأقل 5 ملايين مؤسسة صغيرة ومتوسطة وسبق لي قلت 10 ملايين أقل من 5 ملايين مستحيل سوق الإعلانات يعني تستقر في الجزائر. ولكن قلت لكم في البداية لازم نقوي وسائل الإعلام وسائل الإعلام يا جماعة لازم لها دراهم تدخل الدولة ضروري. إذا حبينا إعلام قوي تدخل الدولة ضروري وشوفوا بعينكم شوفوا أنا ما عنديش لا جريدة لا موقع لا والو ولكن نتكلم لكم كأستاذ تدبور يعني مختص في الإعلام شوفوا المواقع الإعلامية ولا الصحف الإعلامية ولا القنوات التلفزيونية العالمية كلها تبومبي من الخزينة كلها بدون استثناء لا الأمريكية ولا الأوروبية ولا الأسيوية كلها. إذن الإعلام القوي لازم له دراهم. إحنا الجزائر ما تخلاتش على دعم الإعلام ولكن بالنظر لما دخلنا إلى آخره هو الخوف على المستقبل وهذوك نروحوا نجيبوا دراهم ندعموا بها الإعلام ونخليوا الدواء ولا نخليوا حاجة. إذن كاين أمور اللي الواحد لازم يتناولها في هدوء. فيه دعم غير مباشر للقطاع الإعلام. من بين الدعم غير المباشر نقول لكم هو مثلا الورق راه كارثة في الأسواق الدولية يا جماعة وتقدروا تشوفوا تدخلوا المواقع وتشوفوا شحال راه يسوى تشوفوا أي جريدة شحال راه تطبع في أوروبا وشحال راه يتباع. سعر الورق ارتفع سعر الحبر في السوق الدولية ارتفع سعر الطباعة ارتفع. حنايا المطابع في الجزائر راهي تطبع خاسرة 50% 50% من سعر الورق. ما نقولكش باش تخلص العمال تاعها وكذا ولي ماشين وما بالكش بياسات ماشي خاسره 50% من البدايه خاسره 50% في سعر الورق. هذاك دعم الدوله بطريقه غير مباشره الى الصحف راه حاجه تاع 6 دينار القيمه الحقيقيه المفروض تكون في حدود 12 13 دينار 6 دينار اذا تتكفل بها الدوله. دير عمليه حسابيه يوميا الى كان واحد عنده 5000 نسخه والله ما يعرف يعني شحال راهي تعطي له الدوله يوميا. ماشي ندفع الدولة ولكن راني ندير تشخيص مر. ومع ذلك الصحف ما راهيش تدفع للمطابع قليل الصحف اللي تدفع لدرجة وين المطابع الآن راهي تقريبا أفلست. وعلى هذه السيد رئيس الجمهورية أعطى تعليمات بإعادة هيكلة المطابع مادام المطابع ما تتلقاش الأموال
ما راهيش تدفع للشركه الجزائريه الورق لتستورد الورق، والشركه هذه تقريبا افلست، والان راهي تنتظر تدخل الدوله لقرار سياسي. اذا هذا هو الوضع اللي الواحد ما يعرفوش، ولا هذه انا فتحت هذه النافذه هذه باش تعرفوا الوضع. الوضع راه صعب. الدوله هي تدعم في حدود واش تقدر، حتى ربي يفرج. واش نقول لكم داكور. كاين القضايا اللي طرحتوها كما قضيه الخبره، شوف هي فيها وعليها. دوك الى حبينا نرفع المستوى، الناس اللي تاثر الصحفيين لازم يكونوا عندهم خبره كبيره. ما تقدرش، يعني انا تربيت في الاعلام، يعني باش تقدر تولي عندك خبره وتاثر الصحفيين وتقول هذا مقال قوي وهذا ناقص وهذا زيد له وهذا نقص له وهذا خليه في القجر ما خرجوش اليوم خرجوه غدوه ولا غير غدوه، هذا زيد تاكد، هذه لازم لك تكون ترحيل كما نقولوا، لازم تكون عندك خبره يعني. دوك الى حبينا نحوسوا نرتقي بالمهنيه، الخبره في التاطير ضروريه. وحنا ما قلناش الخبره للصحفيين الكل، قلنا المدير التحرير ولا مدير النشر سميناه، مدير النشر تقريبا هو المدير الحقيقي يعني مدير النشر. اما الباقي ان شاء الله خرجت من الجامعه الصباح يوظفك على شيء، با دو بروبليم، كاش مشكل خلاص. ولكن مدير النشر اللي يعرف يوزن ويعرف كذا المفروض لازم له الحد الادنى. وبعدين داخل الجريده ولا المؤسسه الاعلاميه فيها العديد من المناصب، فيها رئيس تحرير، فيها نائب رئيس تحرير، فيها رئيس القسم، فيها كذا، ما ماشي لا يشترط فيها يعني القانون لا يشترط سن الخبره الى اخره. وبالتالي لازم نشوفه، اذا كان لازم ننزلوها 7 سنين ننزلوها 7 سنين، انا ما عنديش مشكله. العكس دايرهم يقول لكم جمعهم معي انايا المساعدين، انا نضرب معهم انايا نفسي، قلت لهم بمبالغه 15 سنه قلتها لهم. ولكن الا حبينا نرفع المستوى التاطير ضروري. لانه علاه؟ عندنا صحفيين يتخرجوا من الجامعه، ربما تعطي لهم تكوين نظري، وانا استاذ جامعي نعطي لهم تكوين نظري، قد يكون تكوين نظري قوي، ولكن نهار يروحوا لوسائل الاعلام للمؤسسات الاعلاميه ما يصيبوش مؤطرين قادرين يحولوا لهم التكوين النظري الى قوه ميدانيه، ما يقدروش لانه ما عندهمش خبره، فقط شيء لا يعطيه. يولوا يبقاو الاخرين كيف يولوا الرصيد النظري اللي جابوه يولوا يخليوه في الطريق، يخليوه داخل المؤسسات الاعلاميه. اذا تاطيرها مهم. على هذا الاساس اللي المشرع، وانا خاطيني ماشي انا اللي درتها يا اخي، ولا هذه اللي وجهه نظري المشرع، يعني طلع النسبه هذه الى السن الى 10 سنوات 15 سنه، انا يظهر لي عنده الحق. انا بالنسبه لي 5 سنوات تاع الصحافه الالكترونيه اللي لازم نزيد لها شويه، انا يظهر لي نزيد لها ولو 7 سنين، 5 سنين قليل، لانه رانا نتكلموا على التاطير. الاوضاع مزريه بالنسبه للصحافيين سيفري، اني نتلاقى معهم وانا طلبه قراو عندي الى اخره، نتالم اكثر منكم انا، والله راني نتالم منهم اكثر منكم. ومريت معهم تجربه في وقت كورونا وانا كنت في الرئاسه انذاك، يعني صراحه الناس ما لقيتش واش تاكل، يعني صراحه يعني، لانه الاوضاع الوضع تاع المؤسسات تاعهم اوضاع هشه، هذا هو الواقع، هذه الحقيقه. ما كاين اللي ما يخلصوش خلاص، كاين اللي يخلصوا بثلاث شهور اربع شهور، كاين اللي يعطي لهم تسبيقات برك الى اخره، يعني وضع صح. انا الان يجري التفكير اننا ندير صندوق وطني لدعم الصحافه والصحفيين والتكوين الى اخره، يجري فيه التفكير، نتمنى ان يلقى القبول، وبعدين نشوفوا كيف نسيروا الصندوق هذا، وليس بالضروره انه يغترف من الخزينه. كاين شركات ممكن نحيوا لها نسبه من رقم الاعمال يروح للصندوق هذا. كاين مداخل الاشهار، مداخل الاشهار تروح للجريده، شكون اللي يديها؟ يديها النشر والصحفي. نزيدوا نحيوا نسبه من الاشهار تزيد تروح للصندوق، شويه من الخزينه. كاين بزاف ناس يحبوا يقدموا هبات، يقدم هبات تروح للصندوق. كاين منظمات دوليه، قولي باش تحط الطابله الاكس واكراك خويا تحبوا الدعم وتفضلوا هاوليكم الصندوق. اذا فيه تفكير، انا نتمنى ان الصندوق هذا يلقى القبول، وبعدين نديروا له مجلس، نسميه كما حبيتوا، مجلس اداره ولا نسموه، نلقاو له تسميه، وما فيش مانع يكون عضو من البرلمان، يكون فيه عضو من مجلس الامه، يكون فيه عضو من ممثل الوزير، يكون فيه مش عارف انا حتى يحبوا من المؤسسه العسكريه، با دو بروبليم، يديروا له يعني هيئه تسيروا
ومن بعد نشوفوا نديروا دراسه الصحف اللي تحتاج الدعم نعطيو لها، الصحف اللي كذا ممكن صحفي مرض وصرات راحوا لافريقيا ولاو بفيروس الرجل توفى ربي يرحمه، مات ربي يرحمه، لو كان قد الصندوق هذا موجود ربما كان قادر يتكفل به. مانيش عارف، هذه مجموعة أفكار، لأن القطاع لازم له ثورة يا جماعة، يعني مش نقول معكم صريح ثورة والله راني خايف نقول لكم معجزة، يعني لازم له ثورة، راني قلت خايف نقول معجزة. إذا الواحد ماشي ذوق الواحد ما رانيش ندافع الدولة، يعني تقول والله ماني ندافع عليها، الوضع هذا هو، لازم نتعاونوا بالأفكار ونتعاونوا بالإرادة، عسى ولعل نقدر نقوي هذه المؤسسة. وفي نفس الوقت نزيد نقول انه الدعم المباشر ايضا ضروري، لازم تتدخل الدوله وتحط دراهم، وانا من انصار هذه الفكره، انا من انصار هذه الفكره، تتدخل الدوله وتحط دراهم اللي لازم تحطها. الان باش تطيشها تعطيها للجريده غير معروفه، انا ضد، ولكن الصحف القويه لازم تزيد تقوى، المواقع القويه لازم تزيد تقوى، التلفزيونات العموميه القنوات العموميه لازم تتقوى. وها جماعه راه التلفزيونات هذه لازم لها دراهم، مش عملية عبثية باش تكري قمر صناعي للبث، عندك مبلغ ما يقلش على 2 مليار دينار اسمك 3 مليون أورو باش تكري يعني قمر صناعي واحد يبث لك حاجة 9 قنوات، زيد البرامج كنتو تحكي أحيانا البرامج ضعيفة، وخاصة كل ما يقرب رمضان الجزائريين يبقوا مرتبطين بالقنوات تاعهم، الإنتاج السمعي البصري لازم له دراهم، اسم له دراهم، سي بور سان بعد الانتاج يروحوا الحاجه السهله، كاميرا وحده والعنف ومش عارف واش، لانه ما كاش دراهم باش دير الانتاج لازم دراهم. لو نقول لكم المبالغ مثلا تاع باش تشري يعني صور من وكاله الانباء ولا من مؤسسه الاتحاد الاوروبي مثلا، اقل من 1 مليون أورو ما تقدرش تشريها سنويا، دونك هذا هو الوضع. ربما لو يجي صحافي يقول لكم اعطيونا الدراهم ولا مدير تلفزيون اعطيونا 10 مليون اورو باش نديروا قناه قويه، تقولوا انت مهبول، ولكن هذا هو الوضع. بالنسبه للشيء الاخر تاع الصحفيين، الاوضاع المزريه، يعني قلتوا لي استقبلهم، انا انتم النواب ما نقدرش نستقبلكم، اتصلتوا بيا وقلت لكم صبروا، كاين حوالي 6000 صحفي واش تستقبل فيهم؟ وين كيف؟ هذا مستحيل. وعلى هذه نذكركم انا أن السيد رئيس الجمهورية كل ما يتلقى معهم يقول لهم يا جماعة نظموا روحكم في نقابات، نظموا روحكم، ديروا نقابة قوية وخليها تتكلم باسمكم، نظموا روحكم، رانا نستناو. أنا وصلت بالخصوص الإشهار، استقبلتهم وقلت لهم ديروا ميثاق بيناتكم، قلت لهم وأنا نلتزم بتنفيذه، مثلا أنتم بيناتكم التزموا، قال تحت 20,000 ما كاش سبوت ومضى إشارة أقل ما شايف ما نديروهاش مثلا، ولكن ما داروهاش، إذن يبقى إشكال كبير. ومع ذلك أنا مستعد، يعني إذا كان الحاجة اللي لازم نسهل فيها ما كان حتى مشكل، إذا كان لازم نتوسط مع زملائي الوزراء وزير الساكن والله ما عنديش مشكل نتوسط معه، وأنا راني عارف أنه كثير من الصحفيين لأنه في الرأي العام يعتقدوا باللي الصحفي هذا برجوازي، وأنا راني عارف باللي طبقة كديحة بالمفهوم الماركسي خلاص. القانون الصحفي الأساسي قلت لكم راه جاهز، بطاقة صحفي جاهزة، زيدي لي اسمك، قانون مجلس أدب وأخلاقية المهنة جاهز، تاع سلطة الضبط جاهزة، وشنو الصحافة الأجنبية، كل جاهز، أنا نقول لكم كل جاهز، تحبوا تشوفوه ليه لهم ما كاش وراء. نحاول نشوف يعني انا نشطركم في بعض القضايا وناقشتها مع اخواننا، قضيه اللجوء الى القضاء، انا لو تجي ليا ما كاش قضاء، لو تجي ليا انا ما كاش قضاء، تحبوا من بعد نشوف لجنه التعديل، مي اللي عليه عندنا زوج شروط الضبط، وعندنا مجلس اخلاقيه المهنه يلعب دور محكمه الضمير، يعني اذا ممكن نشوفوا نخليوا القضاء يعني اونتوليكا ما كاش كثير، ولكن نشوفوه نخليوه غير الحالات يعني الصعبه، يعني ممكن أثيتها. طرح بعض الإخوان قضية الحرية، أنا أقول لكم صراحة يعني ممكن ذوك اللي ما يشوفش من الداخل
اللي ما يشوفش من الداخل يعتقد انه الحكومه ولا رئاسه الجمهوريه ولا وزير الاتصال راه يقيد في الصحافه ويضع لها حدود والله هذه كلها غير موجوده، كلها غير موجوده. ولكن هذا الضعف تاع الصحافه هو نجم يا ناس من قله القدرات الماليه. صحف هشه، وسائل الاعلام كلها هشه، وبالتالي الضعف المادي لوسائل الاعلام انعكس على الضعف التحريري. شنو ما دخلت رئيس الجمهوريه قال ما ديروش كذا ولا ما ديروش كذا، شيء طبيعي انه الحريه ماشي مش كما نقولوا بالدرجه سبه، لا لا، يعني يقول واش حبيتي، لا نو، عندها ضوابط، عندها اداب، عندها اخلاق، ما تمسش بالدين، ما تمسش بالاداب، الاخلاق العامه، ما تمسش بالرموز، ما تمسش، ما ديرش خطاب الكراهيه الى اخره. هذه موجوده وحتى ما يختلف فيها، ما نقدروش نختلفوا فيها، اذا اختلفنا فيها معناتها ماناش عاقلين. يعني احنا الان الاعلام الاوروبي، وربما ما كاش واحد انتقد الاعلام الغربي في الفتره هذه كما انتقدوه الجزائريين، رئيس الجمهوريه اولهم وانا ثانيهم، كاش واحد انتقد كما احنا الجزائريين. علاه؟ لانه حسينا باللي اعلام يعني غير اخلاقي، يعني هكذا ولا لا؟ صهيوني يعني تصهينا يعني لدرجه يعني داكور. اذا الحريه حريه موجوده، ولكن ما كاش حريه بدون ضوابط. والدول الغربيه تجارب كبيره، كاين انا نقول لكم شخصيه فرنسيه مثلا اعلاميه دارت كتاب في 2001 على 11 سبتمبر، ما راهيش عايشه في فرنسا، عايشه خارج فرنسا، وراء الحريه هذه. زيد شخصيه امريكيه كبيره، هاي مش عارف طرب له جو سياسي اعتقد في روسيا ولا مش عارف، كل حاجه عندها ضوابط كي حنا كي هما، هما عندهم ضوابط حنا ايضا عندنا ضوابط. حنا الدين ما تمسش الدين اخويا، ما تمسليش راسه الله يسلم. هما لا، يقول لك الحريه لازم نسبوا خويا، ما تسبوش، تسبوا تكون تحت طائله القانون. هذه قضيه الجنسيه، انا معاكم نشطركم الراي، هكذا نشطركم الراي. ممكن لازم لها دراسه والله، لازم لها يعني ربما الان اشكال انه القانون المنظم للاعلام جاز صدقت عليه الغرفتين، لان ما عندناش حاجه كبيره نقدروا نديروها. ممكن في المستقبل، ممكن في المستقبل ممكن الواحد يدير خليه التفكير، يعاودوا يدرسوا القضيه من مختلف الجوانب، يعاودوا يرفعوا السلطات المحكمه الدستوريه مثلا تعاود تنظر، ممكن ممكن داكور. ولكن انا بالنسبه لي انا يعني راني جيت كيما انتم عندي شهر ولا شهرين، اذا المده جازت الان، يعني ما نقدروش نبقاو نستناو اكثر، والوقت راح علينا. الاعلام ما راهش منظم، ما عندوش حتى اطر تنظمه، لازم تسرع شويه على الاقل، ماشي القوانين هذو نمشيهم، واذا كانت حاجه في المستقبل تتعدل انا ما عنديش مانع، انا كشخص ما عنديش مانع. بعض التعريفات، وي انا شاطركم يعني بعض التعريفات، قضيه الصحافه الالكترونيه وكلش، وعلى هذه انا الان انا معانا نأيدكم مثلا في بعض المفاهيم. هل الصحافة الإلكترونية دير دي سيكونس فيديو أوديو ولا ما ديرش؟ أنا معكم نأيدكم. هي في الحقيقة الصحافة الإلكترونية هي صحافة ملتي ميديا، صحافة متعددة الوسائط، عندها السمعي، عندها السمعي وعندها السمعي البصري وعندها المكتوب، متعددة الوسائط. ما نقدروش الصحافة الإلكترونية فيها المكتوب فقط أبدا. وعلى هذه نتمنى في التعريف بالنسبه للجنه اللي مكلفين بهذو، نتمنى لو نضيف لدخل التعريف هذه العباره، الصحف الالكترونيه هي صحافه متعدده الوسائط. ولكن انك تنشا تلفزيون قائم بذاته عن طريق الانترنت، هنا يولي تابع لسلطه ضبط سمع البصر. ان تنشا قناه اذاعيه 100% عن طريق الانترنت، هنا تولي تابعه لسلطه ضبط السمع البصري، ديرها على روحك في الانترنت ما فيش مشكل، ولكن اللي يراقبها اللي يضبطها هي سلطة ضبط السمع البصري. أما الصحافة الإلكترونية اللي رانا نناقشوها اليوم فهي صحافة ملتي ميديا، يعني فيها دي سيكونس فيديو، فيها دي سيكونس أوديو، وفيها بيان سور الصور الثابتة والصور المتحركة والنص المكتوب، وهذا هو الأصل في الصحافة الإلكترونية. نفس الشيء بالنسبة لعدد أعضاء سلطة الضبط. سلطة الضبط والله انا وقلت الذكر، وانا انا نفسي اقترحتها وانا سيناتور يعني، وقلت لو نزيدوا لها رجعوها مثلا 18 وتسعه يعينون تسعه ينتخبون، بعدين اكتشفت و100% انها نص ماده دستوريه،
مادة دستورية. أنتم تقدروا تعدوا الدستور، أنا ما أقدرش. مادة دستورية. الآن الآن شوف أنا نقول لكم باش نبقوا حابسين والله نعيلوها والله كذا والله تاع مسمار شحال هذيك، أنا يظهر لي نضيعوا وقتنا. مادة دستورية، مادة دستورية خلاص. الآن هي إن شاء الله نجتهدوا. فيها قول يعني خلينا ما نبليش، أنا مانيش قانونية. سمعت. ولكن نجتهدوا إن شاء الله يعني يكونوا أعضاء السلطة هذه. إن شاء الله نجتهدوا. أنه يكون أعضاء السلطة يعني في المستوى. يكونوا يتميزوا بالحياد بالنزاهة بالكفاءة إلى آخره. نجتهدوا. وأنا راني متأكد 100% أنه إلا هذه رئيس الجمهورية مؤيدها 100%. أنه اللجنة تكون قوية وتكون كفاءة وقادرين على شقاهم، هذه رئيس الجمهورية مستحيل يكون ضدها، يعني هذه راني متأكد منها 100%. المادة 48 تقول لي ماذا لو كان رئيس السلطة الوطنية المستقلة، عفوا رئيس السلطة الوطنية سلطة الضبط السمعي البصري، لو كان الرئيس، الرئيس ولا عضو كيف كيف، الرئيس قبل ما يكون رئيس هو عضو، يخضع لنفس الطرق لاستبداله أو استخلافه، لنفس الطرق القانونية، ما هذه ماشي مشكل خلاص. إضافة النقابات إذا عندهم الحق في إنشاء اسمه الصحف إلى آخره، أنا يظهر لي ما عنديش مانع كشخص، ولكن يظهر لي فيها إشارة في القانون الجاز أعتقد تاع قانون النقابات، يظهر لي داير لها إشارة قانون النقابات من حقها أعتقد، ولكن تأكدوا إذا كان لازم من حقها، علاش نحرموها من حقها في إنشاء جريدة ولا كذا. ولكن فيه قضية أخرى، أن المؤسسات الاقتصادية ولا غيرها تقدر تدير موقع إلكتروني، روحها ما كاين حتى مشكل دير موقع بدون ما يكون صحيفة إلكترونية، لأن الصحيفة الإلكترونية لازم لها ريجيست كوميرس وموظفين وكذا وهذاك اللي كنت تهضروا عليه الكود إلى آخره. وبالمناسبة الكود اللي تكلمتوا عليه يعني هو وزارة التجارة، مانيش عارف أنا الحيثيات والخلفيات، مانيش عارف، ربما بعض الناس يعتقدون أنه كي يكون عندك العقد هذاك الكود هذاك يتولي اسمها الإشهار يولي تحسين حسن. ضايون انتم كلكم قلتوا لي علاش تاخرت لاناب باش دير تبرم اتفاقيه مع اكس ولا اكراك ولا زد، هي لاناب وكاله تجاريه، هي ولا الوكاله التجاريه الخاصه، وكاله تجاريه تبرم الاتفاق مع من حبت. خليني ما نتكلمكمش على الشيء الجانب المظلم ولا الجانب الناقص، ما نتكلمش، ولكن ما انك عندك تصريح ولا عندك الاعتماد ولا عندك الكود، هذا لا يعطيك الحق انك تحصل على الاعلان سواء من عند الخواص ولا من عند الدوله، ما يعطيكش الحق. دونك باش الامور تكون واضحه، علاه؟ لانه الاعلان هو قضيه تجاريه، وبعدين شركه مثلا، شركه عندها منتوج، من حقها تقول لك انا ندير في القناه الفلانيه وما نديرش في القناه الفلانيه. شركه عند في الجنوب، في الجنوب، علاه ندير لها انا الاعلان في جريده في الشمال؟ ندير من حقها تطلب الاعلان يكون في الجريده تاع الجنوب اللي تكلم عليها صديقنا من إليزيا أعتقد، من حقها. إذا نشوف هذه قضايا تجارية في الوضع اللي راه هكذا، يعني بدون ضوابط، بدون على الأقل سكة حديدية ولو صغيرة، ما يتسمى نبقاو نهدروا برك. إن شاء الله لازم نبادروا نبداو نحطوا الأسس، عسى ولعلنا نوصل إلى ضبط هذا السوق هذا. كاين أشياء ما نسيت ندوز عليها لأنه قضايا تقنية برك. نعم، الترويج هاني جاي لي هذا في بالي بنجوز عليه. شوف حنا الجزائريين عندنا مشكل، مانيش عارف الا موجود في الحكومه ولا موجود في وسائل الاعلام ولا موجود في النواب، عندنا مشكل ما نعرفش نسوق روحنا. عندنا اشياء ايجابيه والله ما سعتها دوله واحده اخرى كاع، حنا درنا انبوب تاع الماء يدي ماري مش عارف ادرار حتى لتمرست والله غير الفروست العين صالح ما يصالح فاروست اخويا، فيلم هذا فيلم هندو داير ما كاش عليه كلمه مليحه. عندنا طرقات والله كاين اشياء جميله جدا، عندنا قضيه المساكين، عندنا تاع المياه تحليه مياه البحر ثوره ما تقدرش تيماجينيها، التشغيل تقريبا عندك 8000 جامعي في نهار واحد وجايزه اين ابيرشي لا حدث، والعكس بعض الناس انتقدوها، شكون خير توظفهم في نهار واحد ولا تديهم لك الدوله الفلانيه ولا العلانيه، دكاتره تنفق عليهم الخزينه ويروحوا لك ها لونغ داتاك زاويه النقاش ولا كذا. اذا كثير من الاشياء الايجابيه نحاولوا نجتهدوا في المستقبل، اذا كان لازم واحد وانا كوزير اتصال اذا كان لازم ندي وفود اعلاميه تتبع فيا وروح نشوف المنجزات نديها، اذا كان لازم نديها
درنا وان شاء الله هذيك ماشي هي الاخيره. تشغلنا ببعض المعطيات، جات قضيه غزه هذه اخرتنا شويه، القوانين اخرتنا شويه. اذا ان شاء الله هذه عمليه التسويق ولا الاتصال الحكومي ولا المؤسساتي راهي في البال، وان شاء الله نقدروا حتى انتم كنواب يعني اكثر من 1200 اعتقد نص قانوني جوزتوه يبصح تقريبا انا فيرسو هكذا اللي يشوفوا الناس غير القاعه ماشي معمره. نعم يا ودي شوف هي هو ولا ينقل لك حاجه. نقول في المؤسسات الوزاريه مثلا ما كاش منصب اسمه مستشار اعلامي، ما كاش ما هكذا يتسمى هكذا برك هو يطول مثلا مكلف بمهمه ولا حاجه. اذا من البدايه من وقت الزمان الاعلام هذا كان مستبعد. بار كونتر الاعلام متغير رئيسي في صناعه القرار دايور. إذا إن شاء الله نقدروا نوصلوا اليوم للمرحلة من المراحل وين يولي، ولكن الإعلامي كفء يعني ما خلينا نتكلموا على إعلامي إعلامي. إذا لازم يجي نهار وين الإعلامي الكفء القادر يولي جزء من صناعة القرار. بعض الناس تكلموا على المسيلة ما يوصلهاش البث. إن شاء الله قريب يولي يوصلها البث. صح موجود مشكل في المسيلة على بالنا به، مشكل موجود في بعض الأطراف أطراف الولاية. ما يوصلهاش البث، ولكن التيديا المؤسسة الجزائرية للبث التلفزي وموجود عندنا المدير تحبوا وراه الامثله هذاك هاوليك المدير هو خلاص شرع في عمليه اقتناء 546 جهاز بث لتغطيه هذا العجز الموجود في المسيله. نزيدوا لها بالك است ديرها 550. يعني كاين بعض القضايا طرحتوها هي قضايا مهنيه مش يعني قانونيه ولا يعني اخبار متشابهه الى اخره. وقلت لكم هذه من عجز الكفاءات. لو كنت تجي انت صحفي تعطي له 20 دينار ولا شكون اللي يجي يخدم لك الكفاءات؟ يجيك حتى واحد. الاعلام في الدول المشرق العربي مثلا ولا في اوروبا ولا شكون اللي دافدينو؟ ماشي دافدينو الاخبار. الاخبار هي يفوتك الفيسبوك، يفوتك اليوتيوب، يفوتك مش عارف الانستغرام، يفوتوك الاخبار هذه صحيحه ولا غلطه يفوتوك. اذا اللي راه اليوم وسائل الاعلام اللي راه يقويها راه يقوي التحليل، هم الكتاب. شكون يكتب لك انت بطل؟ راه اعصاب تحترق. انا من البدايه قلت لكم الاعلام لازم له دراهم. ما تروح تشوف وسائل الاعلام الغربيه الصحافه العربيه برك من حتى اسم، شوف الصحافه العربيه فقط معمره بالكتاب. هذو الكتاب يكتبوا بطل، ما يكتبوش بطل، يخلصوا. إذا أنا نقول لكم أنا مربط الفارس كله في حل هذا الإشكال المادي. يعني بون كما شبكة التواصل الاجتماعي خطر والمؤثرون خطر والى اخره. يعني فيها وعليها. اولا شوف ما لازمش يكون عندنا هذاك الخوف الهوسي من شبكة التواصل الاجتماعي. هي دوك اذا كان موقع خطير ولا ليه ما يكونوش 10 مش خطيرين ولا يعني كونتر خطر هذا هو. اذا ما لازمش يكون عندنا الخوف يعني نبالغوا في الخوف. كاين موقع ماشي مليح كاين 10 ملاح. ولكن معليش هي هذا الذي يسمى بين قوسين اعلام المواطن. هذا اعلام المواطن اكذوبه. ما يقدرش يكون واحد مواطن ما عندوش تكوين في الصحافه الى اخره وتقول لي انا صحفي، صحفي المواطن كيف يسموه، الصحفي المواطن. سي اكذوبه هذا يوم. هذا تكنولوجيا المعلومات يعني طات لك الفرصه انك تنشر المعلومه وترسل المعلومه وتستقبل المعلومه. طات لك الفرصه كمواطن. وهذا اللي يسميه الفضاء الازرق. وفي البدايه الناس تحمست له وكبير كبار الادباء كبار الكتاب تحمسوا له. نفس كبار الكتاب اللي تحمسوا له انقلبوا عليه، منهم واحد الماني معروف اسمه هابرماس وانتقد هذا الفضاء الازرق، انتقدوا ما خلالوش وقال لك الفضاء الذي يتسوي فيه الطبيب الامي قال لك ما بقاش فضاء. واحيانا الامي ينتقد الطبيب ويتعاطف الناس يقول لك والله الامي غلب الطبيب. اذا المشكله حقيقيه يعني. ولكن أنا في نفس الوقت ما لازمش يكون عندنا يعني المبالغه في التخوف.
لازم واحد يكون يقظ حاضر إلى آخره، يوجد أدوات المقاومة، أدوات كذا الحصانة، ولكن الخوف نفس الشيء بالنسبة للمؤثرين. ونزيد نروح معكم لزاوية نقاش أخرى، من أين جاءت قوة المؤثرين وقوة شبكات التواصل الاجتماعي؟ من جد؟ لا، جاءت من ضعف وسائل الإعلام اللي خلت فراغ. لو وسائل الإعلام كانت قوية وما خلتش الفراغ، هذوك ما يبانوش. هذا إشكال حقيقي، وعلى هذه نعود نقول لي دائما مربط الفرس، وإن الإعلام لازم يدعم. كاين كما قالوا الإشعار، أنا أسعى إلى كتب ربي مانيش عارف، سنحاول نجتهدوا. نفس الشيء بالنسبة لقانون صبر الآراء، نجتهدوا له. يعني أثيرت قضية الصحفيين المراسلين، الآن القوانين هذه راهي ممتازة، والصحفي المراسل يعني هو صحفي محترف بالتعريف القانوني، وعنده الحق في الوصول الى مصدر المعلومه. وبيان سور كي نقولوا عنده الحق في الوصول الى مصدر المعلومه، ما يروحش يكسر الباب تاع الولايه ويدخل، ولا تاع الوزاره ويدخل. كاين اليات، كاين اداب، كاين كي نقول لك عندك الحق في الوصول الى مصدر المعلومه، ماده دستوريه ولا قانونيه، كاين فيها ثاني اليات. انت والله رئيس البرلمان، والله النائب، بل ربما النواب زملائك ما تقدرش تستقبلهم. انا وزراء، والله الواحد ما عنده الوقت يتنفس. دونك تما كاين الامور، كاين اليات. ورا بودن، ورا خرج، قول له هذيك ميلان بعد نشوفه دار الصحافه في ميلان. يعني شوف كاين والله غير وضع صعب، والله صراحه نقول لكم. الاذاعات المحليه كلها كاين بعض المقرات الاذاعيه يعني تابعه لوزاره الاتصال وبحاجة إلى ترميم. كاين مقرات أخرى طاتها لهم الولاية ودون مستوى العمل الإعلامي صراحة. يعني هذا هو الوضع، باش لازم تعرفوه. هذا هو الوضع. نحاولوا نشاهدوا في المستقبل كيفاش نشوف نحسن هذا الوضعية تاع الحالات تاع الإعلام المحلي، إذا المقرات الإذاعية، ونشوف. نفس الشيء بالنسبة لدور الصحافة. ولكن أما اللي يقول لي تعبتنا كانت مفتوحه غلقوها في 2018، سي با نورمال. هذا غير معقول. هذا نشوفوا كيفاش ان شاء الله نجتهدوا. والله يقول لك واحد الحاجه، خلينا باش ما نبلغوش، كل الجزائر رمز، كل الجزائر عندها الرمز تاعها، والله كلها، كل منطقة عندها رجالها وعندها رموزها في كرة القدم وفي الثورة وفي السياسة وفي الأدب وفي الجامعة وكل وفي النواب، كل منطقة عندها الرموز تاعها. إذا هي باش ما نميزش بين منطقة ومنطقة، ممكن كاين تفاوت في التنمية وي، ولكن كل شبر في الجزائر عنده رموز، كل منطقة في الجزائر رمز، كل وحدة يعني مضرب مثل إلى حبينا. ولكن أنه الإعلام تاعي أنه تكون يعني دار صحافة مغلقة، هذه حاجة غير مقبولة، ونتأكد منها إن شاء الله. يعني إذا مغلوقة لازم تفتح، ما فيهاش إشكالات تفتح. أقرب نكمل، تحبون نحبس نحبس. كاين أثار أحدهم بطريقة ما قضية الإعلام تاع الأطفال ولا الإعلام المتخصص. صورة الضبط راه هذا الإعلام المتخصص يعني في دفتر الشروط توضع يعني بعض الشروط يعني للإعلام المتخصص. إذا عندك جريدة اقتصادية مثلا هاي الشروط تاعها، إذا إعلام موجه للطفل هاو الأخر تاعو، مثلا الإعلانات مراعاة بعض القضايا مثلا موجه للطفل، عدم استغلال الأطفال طبقا للاتفاقيات اللي كنتو تكلمتو عليها وغيرها، ولكن قبل الاتفاقية طبقا لأخلاقنا حنا. احنا راه الإسلام تاعو راه كله قوانين وكله أخلاق وكله آداب وكله كل مواد قانونيه الاسلام لو نحبوا، ما نحتاجش حتى قانون. داكور، دونك هذه سلطه الضبط رايحه تديرها في شكل دفتر شروط. واحد قال لي لماذا الانفاق على كل الصحافه وهي الورقيه رانا ننفقوا عليها دراهم والمطبعه كما قلت لكم قبل قليل وهي لا تقرا. تصوروا عندنا كما قلتوا انتم 160 جريده مثلا،
هاي تسولوا يأتي القرار وقال يغلقوها لا تقرأ حبسوا ما نخلصوش المطبعة، اللي خلص يطبع اللي ما يخلص ما يطبعش. غدوة تصيب الإعلام الأوروبي الجزائر تتحول إلى كوريا الشمالية، الجزائر تولي سجن كبير، يقولوها ما يقولوهاش. إذن هذا لازم لها حل هادئ، والقضايا الصعبة هذه والشائكة واللي عندها علاقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير لازم تعالج يعني بأعصاب هادئة وباردة. يعني خلينا نتسرع، الاستعراض ما راحش يجيب فايدة. تقاسم المسؤولية الإعلامية هي فعلا، ولكن هذه نشفة أعتقد من 82 والله مراها بعض التعديلات لمور 82 درناها. يعني علاه؟ لأنه أحيانا المسؤول النشر، مسؤول النشر ما يهتمش بما يكتب. أي صحفي يجيب مقال أنشر يجب أنشر، ومن بعد الصحفي هو يتحاسب وحده ويخلص الغرامة ويروح للسجن. ولو أنه الحمد لله القانون الجزائري ما فيهش يعني عقوبة يعني سلبة الحرية، ولكن حتى الغرامة حنا نقولوا ما يخلصش، ما يخلصش مليح وما كاش كذا، وتزيد يروح وحده يتحاسب. إذن نهار ولات المسؤولية بين الكاتب وبين مسؤول النشر، مسؤول النشر محتم عليه يقرأ المقال، محتم عليه يلعب الدور تاعه. وهذه هي الخلفية الأساسية لهذه المادة القانونية. كاين يعني بعض المصطلحات يعني كلمات يعني هي تتبدل يعني شطرك يعني حتى هي مثلا طرح أحدهم المادة 13 سحب الصحف. يقول لكم ديروا سحب الصحف يعني عندها معنى تاع أنني نسحبها، ولكن هي هنا القصد هو الطباعة. إذا كان عندها يعني معنى لا تؤدي الغرض نبدلوها نرجعوها الطباعة، با دو بروبليم، ما فيهاش مشكل هذه. خلاص نفس الشيء بالنسبة للصحافة الإلكترونية. كاين مادة والبارح تناقشت مع المساعدين، كاين مادة تتكلم على تجديد صدور الصحافة الإلكترونية باستمرار. ألور هذه قلت لهم هذه فكرة تاع الصحافة الورقية، إنما الصحافة الإلكترونية هو تجديد المحتوى، تو أبديت كونتنتس، تجديد المحتوى. إذن بدل ما نخليو الصدور نرجعو تجديد المحتوى. قناة الجالية ولا نشطرك؟ شكون يطرح قضية القناة الجالية؟ والله نشطرك يعني صراحة، وفيه تفكير، ولكن عملية مش يعني سهلة، ولازم تكون تابعة القانون الدولة وين ممكن تديرها تنشئها، ولازم لها إمكانيات، ولازم لها أنا أقول لك إحنا رانا حاصلين لازم لها إمكانيات مادية، راك فاهم، ولكن الفكرة موجودة. يظهر لي راني درت جولة على كل أهم الأشياء، يعني أهم الأشياء الباقي أنا ما عندي حتى عقدة يعني أن نعود نضبط المادة المواد نبدل كلمة بكلمة، ولا ما عندي حتى مشكل، عندي حتى مشكل. واللجنة المكلفة بالصياغة ربي يعاونها إن شاء الله تأخذ بكل هذه الاقتراحات. نتمنى أن يكون قد أجبت يعني بشكل مقنع. شكرا على حسن انتباهكم، السلام عليكم. شكرا سيدي وزير.